السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طوكيو بريال. طبعا عندنا هنا مونتريرا أو مونتريرا له مولفري من فئة اللي هو الأكسبلور، طبعا ما عذروني على النطق الإنجليزي لأني مالي فيه، لكنه 6 سلندر. فحسن الكمبيوتر طلع عنده مشاكل في ملف التبخير هذا، وفي عنده الإيجار طلوه حق صمام الخانق حق العادم، وعنده مشكلة في حساس الأكسوجين. طبعا بالعادة دائما في الموديلات هذه من 2008 و9 و10 دائما تيجي فيها مشاكل ظفيرة، ولكن بنفس الوقت الأعطال هذه اللي مذكورة سابقا هي أعطال استهلاكية، يعني أعطال ممكن تعطل طبيعي لأن السيارة مستخدمة. أيضا طلع عندنا مشكلة في الاي بي اس، الاي بي اس رجعت مغيره حق 2008 وهذا موديل 2010، ولكن الاي بي اس الان متعطل ويحتاج لتعريف، ما هو برمجه اونلاين ولكن يحتاج لتعريف. ممكن انا جهازي اللانش ما يدعم، ولكن المشكله اللي عنده الان بس اللهم ان يعرف رقم الشاصي على الاي بي اس وانتهى الموضوع. الان انا قبل لا اغير المشاكل حق حساسه الاكسوجين والبلف اللي هنا والاي جي ار، اول شيء راح انا اتاكد من الضفيره. طبعا انا ما انا كهربائي ولسه محترف، ولكن سبحان الله دائما الان صار فيه تقنيات حديثه، والفضل يرجع لبعض الشباب اللي تعامل معاهم بصراحه، لولاهم بعد الله ما كان عندي اي سالفه. انا رجل ممكن اجتهادي وتطبيق عملي، لكن في ناحيه الكهرباء والتشخيص ما هو ذاك، ولكن ممكن نقول الخبره عندي نوعا ما، لكنه ما توصل مواصيل الناس اللي فاهمه ودارسه وعندها علم. فاحد الشباب ما شاء الله اسمه هاشم كهربائي في جزان الله يعطيه العافية، أرشدني على هذا الجهاز. هذا الجهاز ما شاء الله ممتاز، تتكون على هذا الجهاز مع السلك وهذا الوصلات، هذا الوصلة تركب على البطارية، على البطارية، وهذه برضو تقدر تركبها على الولاعة، وهذه وصلة ثانية لو كان عندك الجهاز ما يوصل للوراء. يعني ما شاء الله هذه الكمية، يعني السلك هذا ما شاء الله كفيل يوصل للسيارة لخمس أمتار أو ست أمتار، لكن هذا وضع الوصلة الثانية لو كان عندك البطارية بعيدة أو تفحص جزء ثاني. أيضا عندي هنا الجزء الأرضي هذا أنا ما راح أستخدمه إلا إذا كان في قطعة خارج نظام السيارة أشيله أعطيها أرضي. طبعا أنا ما عندي خلفية، لكن ما شاء الله الجهاز هذا بسيط جدا، كل ما عليك تشبكه في البطارية والدبوس هذا الرأس دبوس هذا تقدر تحطه في الضفيرة لأنه يخترق الضفيرة بدون أي مشاكل، وتقدر تحطه في البنات حق الأفياش وتختبر إذا كان في مشكلة في الضفيرة، أم إذا واصل كل شيء سليم في الضفيرة معناته المشكلة تكون في قطعة غيار اللي ذكرناها. طبعا أول شيء راح أوريكم الأعطال اللي موجودة، أو راح أضيفها إن شاء الله عن طريق الصور، و والآن أنا بدوري أتأكد من القطع العملية هذه، هل هي شغالة أم مشكلة في الضفيرة. طبعا كل اللي عليك أنك تركب الجهاز بهذا الشكل، هنا التصوير يعني شوف الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. طبعا هذا الجهاز عندنا الان طبعا المفتاح هذا انا ما احتاجه، انا احتاج هذا اللي هو يحول لي الشاشه. طبعا هذا حق الفحص العادي فولتية، وهذا محول الذبذبة او محول فولتيات زي ما يقولون، او ما ادري والله الخاصية هذه بالضبط ليش، هذه برضو انا ما احتاجها، وهذا حق اللي هو توظيف اللي هو تفعيل الصوت. طبعا عندي ضغطة طويلة الغيه يعطيني اوف، او اعطي ضغطة طويلة برضو خليه شغال. طبعا راح اشغل السيارة، الفولتية اللي تجيني دايركت من البطارية بيعطيني 12 فولت، بيعطيني 12 فولت لأنه دايركت من البطارية، واللي جاي موجب
من الكمبيوتر بيعطيني طبعاً الفلفية 12 والبطارية مباشرة تجيني على لون أحمر. اللي يجيني فلفية من الكمبيوتر بيعطيني أبيض ويعطيني قراءة من حدود 5 فولت وأقل. اللي يجيني أخضر معناته أرضي. طبعاً أنا فصلت الحساس حق البلف الهيلة وفصلت برضو الحساس حق الجي آر. طبعاً أنا عندني نشوف يعطيني 13 فولت أحمر. هنا للأسف ما يعطيني السالب أو الأرضي، ما يعطيني قراءة. لما أحوله على الذبذبة ما يعطيني شيء. طبعا شوف يعطيني هذا الآن، شوف شغال، لأنه هذا يعطيني ذبذبة يعطيني 1%. لاحظوا معي هنا، يعني الظهيرة شغالة. لأن هذا يعمل الجهاز البلف عن طريق الذبذبة. هذا الآن عند الظهيرة هنا شغالة حق حساس أو اللي فيه شفت البلف. عندي هنا برضو له الفيشة حقت الاي جي ار هذا. شوف الآن لاحظوا معي، تتبع البنات عن طريق الجهاز. طبعا هذا البنة تعطيني 13 فولت. شوف الآن هذا عندي يعطيني 13 فولت. البنة اللي بعدها يعطيني 4.7، يعني حدود 5. هذا اللي جاي على الكمبيوتر، يعني الظهيرة واصلة. هذا الأرضي، شوف الآن الأرضي يجيني أخضر. الأخضر الأرضي يجيني أخضر. هنا برضو يعطيني قراءة من الكمبيوتر، يعني الظهيرة شغالة. اللي هاي البنة برا سليمة. عندي البنة هذه الآن هذا برضو يعطيني 5 فولت من الكمبيوتر، يعني الكهرباء الآن واصلة. البنة الأخيرة العلوية اليمنى ما تعطيني فولتية كالمعتاد، فلازم أحولها على الذبذبة، لأن هذه تعطي الذبذبة عن طريق الكمبيوتر. لاحظوا أنا يعطيني كم؟ 1، يعني واصل الكهرباء. شوف لما اسحب الجهاز شوف الذبذبة تكون ثابتة. لما اسحبها تكون هنا يعطي قراءة عشوائية، يعني الظهيرة عندنا هنا إن شاء الله كلها سليمة. نحتاج إلى هو تغيير الآن البلف السابق والإي جي آر. أيضا عندي هنا اللي هو حساسات الشكمان. أنا فصلت الحساسات عشان أوصل البنات حق الفيشة نختبرها. طبعا كلها ما شاء الله كهرباء واصله،
الاسفل الايمن والايسر، بس والله ما حبيت اصور لانه او ما جيت اصور لانه عندي ما شاء الله دبت الشكمان قدام هنا ما شاء الله حاره صار شغاله، فيعطيني واحد ارضي او اثنين ارضي اخضر، واحد يعطيني كهرباء 13 فولت، واحد يعطيني اللي هو ذبذبه 1%. طبعا الان بنغير عندنا حساس الشكمان الامامي، حساس الشكمان الخلفي. طبعا يسمى الجهه هذه اليسرى بنك 1، هذه تسمى بنك 2، هذا سنسور 1، هذا سنسور 2 يعني حساس الثاني. ايضا عندنا هنا الحساس الثاني، طبعا احنا حليناهم بمفتاح 22. هذا الحساس الخلفي وهذا الحساس الثاني. طبعا شوف الامامي يختلف عن الخلفي، هذا بنك 1 يعني جهة اليسار او جهة السائق. طبعا هذا برضه جهة اليمين بنك 2، هذا الخلفي هذا الامامي. عندنا هذه الحساسات الجديدة، هذا رقمها. طبعا هذا يعتبر اللي هو الامامي حساس رقم 1، هذا رقم القطعة. طبعا عندي الان هنا حساسين، هذا الحساس الخلفي حق بنك 2، طبعا عادي بنك 2 بنك 1، هذا الحساس الخلفي يركب في اي مكان، وهذا الحساس الامامي يركب برضه في اي مكان، بنك 1 بنك 2. طبعا برضه هنا الارقام، هذا الحساس الامامي او سنسور 1 بنك 1 او بنك 2، هذا الحساس الامامي، وهذا حساس الخلف، وهذا الرقم. تم تغيير الحساس مع تثبيت الضفيرة او تركيب الضفيرة او الفيشة. ايضا هنا الفيشة حقت الحساس الخلفي، ايضا هنا حق حساس الخلفي جهة البنك 1، ايضا هنا الحساس الامامي حساس 1 او سنسور 1 بنك 1. هذا الفيش الان، طبعا الفيش تركبها حتى تسمع صوت طقة يعني صوت القفلة. كده خلصنا من حساس الشكمان، راح نمسح الاعطال ونشوف بعدها. طبعا راح نغير الان الحساس الهواء اللي كان فيه عطلان. طبعا هذا الفورد حساس الهواء، اعتقد ان الله اعلم نفس نظام الايفاد اذا ما خاب ظن. على العموم ممكن يكون حساس. طبعا جاي هوز من الصمام هذا للثلاجه، وجاي هوز ثاني اعتقد للتانك البنزين، الله اعلم. على العموم راح نغير الان، عندنا القطعه هذه من الوكاله، هذا الصمام. طبعا هذا الصمام يثبت في القفلة هذه، راح نفك الفيشة هنا ونفك الهوزين هذه. طبعا هذا هذا الوكالة، هذا المحدث يجي في من خلف إبرة تنسيم أو إبرة زي حق إبرة غاز الهريون. في قطعة هذه محدثة عشان الهدف منها انه اختبار، ممكن النظام هذا تقدر تفحصه بدون ما تفك الليات. طبعا الكليبس هذا حق القفلة بس تضغط للداخل تحرر معاك ال الكليبس، ايضا نفس الحكاية هذه، هذه هنا كليبسات تضغطها للداخل يتحرر معاك كليبس. وهذا فيشة الصمام.
تم التركيب والتخزين في مكانه بشكل نهائي. طبعا لازم تتخزن، وهذه القفلة تكون في النهاية بهذا الشكل كده. الآن وضع التخزين كده انتهينا من الظلف هذا، وراح نسوي مسح عطال والشغل نجرب. طبعا ظهر في المقطع السابق انه عندنا مشكلة في الاي جي ار، و حصل الضفيرة حقه شغالة. طبعا جبنا جديد، طبعا يجب على الوجه مع المسامير، وهذا مكان الفيشة. طبعا قبل افك المسامير اللي هنا في المسمار في ورا المسمار، لازم نحرر الماسورة هذه. طبعا رشت عليها بخاخ انا عشان الصدى، وراح افك الماسورة هذه، بعدين راح افك المسامير. طبعا هنا فيها اثنين هوزات والفيش اللي هنا. طبعا فكينا الاي جي ار القديم، لكن والله ما فكينا له بصعوبة، شد قوي حق الوكالة، كمان مكان ضيق، فاضطريت اني افك البوابة او القربة حق البوابة، ولقيت التسخين هنا. طبعا انا افكها من اول عشان برضه هنا البلف فما في موية، فاضطريت لانه عشان اخذ مسافة وقوة، لان صراحة المشدود شد الوكالة. حطينا عليه بخاخ، واساسا برضه ما انفك معنا بعد ما كسرنا الراس، لان انا خلاص ضامن انه بغير جديد، فكسرنا الراس عشان نوصل قدر الامكان المسامير والفكتوريا. يعني حق المركيز والفكتوريا سهل، ما هذا صعب شوي، لكن التركيب يكون سهل، لكن المشكله في الفك لانه قوي ويحتاج الى قوه، وما عندك مجال يعني انك تستقوي في المكان كله محشور، لكن في التركيب سهل. طبعا هذا الجديد الان في مساميره، فهركب ان شاء الله. طبعا اعتبر التركيب الحمد لله. هذا الفيشه، هذا الهازين حق الهواء، وهذا المسامير الراكبة كل ثبات، وهذه الماسورة ركبناها مثل التركيب الأول. الآن بنروح نسوي مسحة عطال بعد ما نرجع القطعة اللي هنا ونشغل إن شاء الله.